سالامانكا التي يقطنها 150 ألف نسمة تعتبر إحدى أجمل مدن إسبانيا، وتبرز ملامح تاريخها القديم في المعالم السياحية والعمرانية التي تغص بها المدينة. أحد أشهر المباني هو بيت القواقع كازا دي لاس كونشاس الذي يحمل هذا الاسم بسبب وجود 300 قوقعة على واجهته. تم تشييد المبنى في القرن الخامس عشر ويضم اليوم مكتبة المدينة. ومقابل المبنى توجد الجامعة البابوية بأبراجها الشهيرة المسماة توريس دي لا كلاراثيا. يصعد معلم الإسبانية ألفريدو بيريز إلى الأبراج بشكل منتظم ويجد فيها مكانا مثاليا للتأمل. مدينة سالامانكا مفعمة بالحيوية والشباب، ومن يسعى للتخلص من الضجيج فما عليه سوى المجيء إلى هنا ليلقي نظرة على المدينة ويتمتع بالهدوء والمناظر الرائعة. تعج المدينة بحركة 40 ألف طالب يدرسون في جامعتين تتوزع كلياتهما في أنحاء المدينة. تأسست جامعة سالامانكا عام 1218 وهي الأقدم في إسبانيا، وفي كل عام يأتي عشرات آلاف الطلاب إلى سالامانكا لتعلم اللغة الإسبانية الفصحى. تعيش المدينة على السياحة الطلابية، حيث يأتي الكثير من الطلبة داخل إسبانيا لقضاء فصل دراسي في سالامانكا، كما يقصدها طلاب من أنحاء العالم لتعلم اللغة الإسبانية. كذلك تتميز المدينة ببرامجها الثقافية وطقسها الجيد والأمان أيضا. منذ سنوات طويلة لم تعد المحاضرات تلقى في مبنى الجامعة التاريخي الذي أصبح يشبه المتحف، وهذه القاعة من القرن السادس عشر تذكر بالكنيسة بمقاعدها القاسية. كانت شيئا مميزا في حينها عندما كانت العادة أن يجلس الطلاب في أوروبا على الأرض. ويلفت النظر أيضا متحف الفن الحديث في المدينة، والذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في منطقتي ليون وقشتالة. تحول قصر المدينة السابق إلى متحف على يد جامع تحف إسباني، ويضم المتحف مجموعة لوحات تاريخية بالإضافة إلى تماثيل من الزجاج والبرونز، وتذكرنا الأعمال الفنية المطعمة بالذهب والعاج بالشخصيات الأسطورية أو التماثيل الشرقية. سكان سالامانكا متعلقون جدا بالمتحف، رغم أنه يبدو للوهلة الأولى كجسم غريب على المدينة التي يغلب عليها الطابع الرومانسي والقوطي وعصر النهضة. اليوم أصبح المتحف جزءا من المدينة ومصدر فخر لأهلها. يرى ألفريدو بيريز أن الجولة عبر المدينة يجب أن تشمل الساحة الرئيسية بلازا مايور الواقعة في مركز المدينة القديمة، والتي يزعم السكان أنها الأجمل في إسبانيا. الساحة تمثل العلامة المميزة للمدينة، وتقام فيها الأعياد والاحتفالات، وعندما يقام حفل موسيقي أو يشهد مبنى المدينة احتفالية تكون الساحة هي المقر والملتقى للجميع. وفي نهاية اليوم يستمتع المرء بتناول البيرة مع التاباس وبغروب الشمس الذي يضفي جمالا خاصا على الساحة.